والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتمنى أن تكونوا إن شاء الله في تمام صحة وعافية. أهلا بكم في قناة مولانا طنجي. اليوم إن شاء الله واحد الدرس مهم بزاف. الدرس اللي هذا اللي غنحاول نتستيو الجهاز ديال الدربوس فين في القرية، يعني في البادية. غنحاول نشوفوا واش غادي يقدر يخدمنا مزيان في القرية أو لما غادي يقدرش يخدمنا مزيان. كما كتعرفوا بأن هذا الجهاز ديال الدربوس المتنقل 4G، ولكن في هذا المكان اللي غادي نحاول نجربوه الكونكسيون اول حاجه قليله، وثاني حاجه الريزو كيكون ضعيف، معروفه في القريه وفي الباديه. لهذا اليوم ان شاء الله غنحاول تستيو هذا الجهاز ديال الدربوس في القريه وفي الباديه، اللي فواحد المكان اللي هو يعني كونكسيون قليله، واش غادي يقدر يخدمنا مزيان لما غادي يقدرش يخدمنا مزيان. لهذا قبل ما ندخلوا في التست ديال هذا الجهاز ديال الدربوس، حاولوا انكم تدعمونا بالشكل القناه وتفعيل الجرس اللي كيصلكم ان شاء الله كل جديد. والان تابعوا معنا الى اخر. كما كتلاحظوا معايا دابا انا في الباديه، فهاد المكان هذا اللي كيكون الريزو يعني ضعيف، وحتى الكونكسيون تكون ضعيفه. وهذه هي التجربه اللي بغيت ناخذ مع هذا الجهاز ديال الدربوس، نحاول نعطيكم الصوره كامله على هذا الجهاز واش غادي يقدر يخدمنا في هذا المكان هذا اللي غادي نحاول نجربوا فيه الجهاز ديال الدربوس او لا. دابا حنا متواجدين في الباديه، كتكون يعني الريزو كيكون ضعيف، وفي مكالمه حتى المكالمه كنبغي نهضر في مكالمه يعني مره كيقطع. ولكن اللي كيهمني في هذا الشيء كامل يعني هذا الجهاز ديال الدربوس المتنقل 4G واش غادي يقدر يخدمني في الباديه او لا. لهذا اول خطوه اللي غنبداو بها غنحاولوا نبوشيو مع الضو ونشوفوا واش غتشعل البوله زرقاء او لا تشعل البوله حمراء. دابا نحاولوا نشاهدوا الفيديو الى اخره باش تستافدوا من الحلقه هذه. دابا اول خطوه اللي غنعملوا غنحاولوا نبوشيو هذا مع الضو باش نشوفوا واش غادي يقدر يخدمنا مزيان ولا لا، واش غادي يقدر يخدمنا هذا الشاطي ديال الضو كامل او لا، او واش غادي تشعل البوله زرقاء او لا حمراء. دابا غنحاولوا نبوشيو مع الضو ونشوفوا هذا التست هذا كيش غيدوز لنا، لان بزاف ديال التعليقات جاتني حول هذا الجهاز ديال الدربوس. في التعليقات حول هذا الجهاز واش غادي يقدر يخدمنا منر في الباديه او لا. انا ما عنديش التجربه، ولكن غنحاول ندير معكم التجربه ديال هذا الجهاز ديال الدربوس واش غادي يقدر يخدمنا في الباديه. كما كتشاهدوا معايا دابا انا في الباديه، يعني باش ما تقولوش انا عامل الجهاز في شي بلاصه اخرى ولا لا. غنحاول دابا نبوشي الكابل هذا مع الضو ونشوفوا شنو غيوقع. دابا عملنا في الضو ونشوفوا شنو غادي يوقع. نتسناو شويه، نتمنوا تشعل البوله زرقاء، لان التجربه خير البرهان. ها هي شعلت البوله حمراء، ما كنظنش غادي يخدم ولا الله اعلم، حنا غنشوفوا. لان البلاصه هذه الريزو فيها شويش ضعيف، وكذلك الانترنت كيخص كتخدم ضعيفه، ولكن مع ذلك نشوفوا هذا الجهاز واش غادي يقدر يخدمنا هنيا مزيان ولا لا. كما كتشاهدوا معايا البوله مازال شعله حمراء. مازال كيقلب، نتمنوا يخدمنا. هو عطاني اشاره 5، ها هي شعلت البوله زرقاء. اذا الله اعلم واش غادي يقدر يخدم ولا لا. حنا غنشوفوا التستيوا في اليوتيوب، ماشي انه يعني صافي شعلت البوله زرقاء صافي خدام، لا مازال غنشوفوا التستيوا مع اليوتيوب ونشوفوا واش خدام ولا ما خدامش، ونشوفوا نتيشارجوا شي فيديو من اليوتيوب واش شحال غيتيشارجيو ديال بالسرعه ديال الميجا ماشي. وكذلك غنشوفوا نشوف شي فيديو في اليوتيوب ونشوفوا شحال غادي بالسرعه. اذا غنحاول ندوزو دابا التست الثاني اللي هو نشوفوا نتستيوه في اليوتيوب في تيشارجمون ديال الفيديوهات، وكذلك في نشر الفيديوهات في اليوتيوب. دابا غنحاول نبعد من الراوتر واحد المسافه تقريبا واحد 11 ديال المترو في الصاله ونشوفوا شنو غادي يوقع. نزيدو نبعدو حتى لاخر الصاله. دابا نخدمو يوتيوب ان شاء الله بحول الله في الهاتف ونشوفوا كيفاش غادي يوقع هادشي هذا. اول خطوه اللي غنبداو بها غنحاولوا نخدموا الشبكه ديال الويفي. كما كتشاهدوا معايا دابا هضرت الشبكه الويفي هنايا. دابا غنمشيو نخدموا فيديوهات في اليوتيوب، غنخدموا فقط غير فيديو واحد نشوفوا كيفاش غادي بالسرعه ديالو. دابا غنمشيو ليوتيوب نخدموا واحد الفيديو من هذا، مثلا نخدموا الفيديو هذا. كما كتشاهدوا معايا الفيديو هو خدام، نظرا لحقوق التبرنج مقدرش نزيد الصوت لان الفيديو يحتوي على حقوق التبرنج. نشوفو شي فيديو اخر، شوفو نخدمو اي حاجه نكتبو. نحاول نخدمو هذا الفيديو هذا. كما كتشوفو مع الفيديو هو خدام،
نشوفوا الجودة الفيديو شحال وصلة، خدموا شي جودة عالية فول اتش دي باش تقدر تخدم لله. كما كتلقاو معايا خدامة مزيانة. دابا نمشيو نشوفوا كاي اتش دي جودة عالية، هذا جودة هي هادي كما كتشهدوا معايا راه خدمة دابا مزيان، يعني لا بأس يعني خدام الحمد لله. هانتوما كتشهدوا معايا جودة مزيانة كما شفتوا معايا في هاد الاقتباس اللي حنا درنا، كيفاش خدمنا فيديو بأعلى جودة ديال كاي اتش دي وخدمتنا مزيانة بدون قطع. دابا غندوزو التست الثاني أو الاختبار الثاني اللي هو غنحاولو ننشرو فيديو في القناة ديالنا ونشوفو شحال السرعة غادي، ومن بعد غندوزو الاختبار الثالث اللي هو غنحاولو نتيليشارجو أي فيديو من اليوتيوب ونشوفو شحال السرعة غادي ديال ميغا. لهذا تابعو معايا هاد الشرح إلى آخره. كما كتلاحظوا معايا في هاد الاختبار اللي هو مهم بزاف، قمت بنشر هاد الفيديو فقط كتجربة. شوفوا معايا شحال في ديال الميغا 354 ميغا، شوفوا السرعة اللي غادي بها يعني مزيانة، ويعني تسرق معايا تقريبا دقيقة المكانة، ومازال غادي بواحد السرعة ممتازة، يعني تقريبا غادي يقدر يتيشارج غادي يقدر يتحمل الفيديو في القناة ديالي تقريبا جوج دقائق أو ثلاث دقائق، يعني ممتاز. دابا غندوز واحد الفيديو قمت بنشره في القناة ديالي، نشوفوا السرعة ديالو تاهو شحال غادي بيا. دابا شوفوا معايا الفيديو اللي قمت بنشره في القناة ديالي، شوف السرعة اللي غادي بيا، الفيديو فيه تقريبا نص ديال جيجا، يعني 493 ميجا، وشوف شحال السرعة اللي غادي بيا. فيديو السرق معايا تقريبا 3 دقائق والسرعة اللي غادي بها هائلة يعني صراحة. ومازال باقي اختبار الثالث اللي هو نحاول نحمل أي فيديو من يوتيوب ونشوف السرعة اللي غادي بها. ندوزو اختبار الثالث، غادي ندوزو اختبار الثالث اللي هو أهم، غادي نحاولو نحملو أي فيديو من يوتيوب فقط باش نشوفو السرعة ديال داك الفيديو شحال غادي بها. لهذا غادي نمشيو للقناة ديالي خاصة باش ما نحملش شي فيديو من شي قناة أخرى نظرا لحقوق تبع النشر. لهذا غادي نمشيو للقناة ديالي خاصة فقط عبر تطبيق سناب توب، نقوم بالضغط عليه ثم غادي نكتب اسم القناة ديالي وغنضغط على البحث. غادي نختار اي فيديو من هذه الصفحه هذه ونشوفو نختار مثلا هذا الفيديو هذا ونشوفو السرعه ديالو شحال غادا به، ونختار مثلا فول اتش دي اعلى جوده هي فول اتش دي. لاحظوا معايا 18 ميجا 7 ميجا 10 ميجا، ممتاز رائع جدا. الاختبار الثالث اللي هو ممتاز، لاحظوا معايا شحال السرعه غادي بها، ممتاز يعني الصراحه يعني هائل. كما لاحظتوا معايا حملنا فيديو في اليوتيوب بالقناة ديالي، حملت فيديو يعني فول اتش دي وبسرعة خيالية، يعني تقريبا كيطلع 20 كيهود 15 كيطلع 7 5، يعني ممتازة الصراحة. يعني الجهاز ديال دربوس خدام في القرية اللي أنا فيها دابا حاليا، ممتاز. مازال كاين اختبار الرابع والأخير اللي غنحاول نتيستو السرعة ديال الويفي شحال واصلة في هذا المكان اللي أنا فيه دابا. نحاول ندوزو دابا الاختبار ديال السرعة الويفي وبها باش نقسمو هاد الطريقة هادي إن شاء الله. دابا ندوزو اختبار السرعة ديال الويفي. غادي نحاول دابا نمشي للتطبيق ديال الفصل لان هو الواحد اللي كنستقبه كيعطيني اما كونكسيون مزيانه او كونكسيون يعني ما خدامش مزيان. لهذا غنحاول نتستي بهذا التطبيق هذا فاست، نقوم نضغط عليه. ثم لاحظوا معايا وصلها 21 ميجا 42 52 ميجا، يعني شي حاجه فوق الخيال، 40 ميجا يعني خدام يعني بواحد السرعه خياليه. كما شفتوا معايا في التست اللي دوزنا، الاختبار الاول الاختبار الثاني والاختبار الثالث ودابا التست الاخر اللي عملنا دابا حاليا، السرعه ديال الويفي شحال واصله 40 ميجا في هذه القريه اللي حنا فيها دابا، يعني الريزو خدام فيها ممتاز. كاين واحد الملاحظه مهمه اللي غادي نحاول نختموا بها هذه الحلقه هذه، الا وهي اذا ما خدمش عندك هذه الراوتر ديال الويفي ديال الجهاز ديال دربوكس، مثلا ديتين معاك الباديه وما خدمش عندك وشعلت عندك البوله باللون الاحمر، غتحاول تمشي للاعداد ديال دربوكس في هذه الصفحه هذه اللي غتجي اعداد الشبكه اللاسلكيه الاولى الصفحه هذه كما كتلقى معايا، غتجيو من هنا بحث عن الشبكه جوال غتحاول تضغط عليها غتطلع لك الصفحه هذه كما كتشوف معايا. من بعد غتجي من هنا وضع الشبكه مفضل، غتحاول تضغط عليها غتحاول تختار واحد من هاد كتجي، اما كتجي الاولى اللي هي تي دي دي او كتجي الثانيه اللي هي اف دي دي، غتحاول تختار واحد من هادو او تحاول تختار تلقائي. دابا انا حاليا خدم عندي هاد الجهاز في الباديه في القريه، خدم عندي بخيار اخر اللي هو كارت جي اف دي دي وخدم عندي تلقائي، اما كارت جي اللي قبل الاخيره ما خدمتش عندي، طلعت بوله حمراء. يقدر يكون عندك خدام وانت ما تقدرش اعداد ديال الدربوكس تحاول تغير تلقائي الى كارت جي، او مثلا تحاول تغير غير واحد من هادو، ومن بعد ان شاء الله غادي يخدم لك. اذا ما خدمش عندك مزيان ماشي انه وأنا خدم عندي انا انت غادي يخدم عندك، راه كاين الريزو كيختلف على بعض المناطق، يعني اورنج تقدر تخدم في واحد المنطقه ولكن منطقه اخرى ما تخدمش فيها مزيان، يعني اورنج ماشي منتشره في المدينه كامله.
مفهوم. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكنتمنى الا تدخلوا علينا بالزاوية الاعجاب والشير بالقناه لكي يصلكم ان شاء الله كل جديد، والى موضوع اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.